إذا الموهبة يطين بدين تفنوت لحد تقبل مسلم غور مبهرة الكوميدي محمد به راه جيت من صويرة تاتيتني باش نقول لكم كلمة واحدة تيزني I love you كلكم شي حوايج كاينين شي احصائيات كيقولوا بلي ان 99% فاصلة 99% من المغاربه كيستعملوا التركيز ديالهم بشكل يومي واش قصيدي ربك كاكس الكائن الوحيد في العالم اللي ما كيستعملش التركيز ديالو حتى كيبيض 15 رقم ديال التعبئه مو اوسي راه كنجي في التعبئه كنحطها وكنحط التليفون الارقام مزيان راه كان 15 رقم التعبئه كنورق عليه التاكيد ويلو تقول لي ان الرقم الذي ادخلتم غير صحيح المرجو التاكيد من الرقم ديالكم راه دايشت لي كل اخرى كنحس براسي عالم على هذا المجتمع حيت راه سيدي ربي بوحدو اللي عالم بيا راه ما جمع ديك 5 دراهم حتى غفر لي ربي الذنوب ديالي كيجيب شي واحد كيجيب ربي شي واحد من صحابي كيدخل لي هذيك التعبئه كندخل الفيسبوك ديريكت وكتاش ما كندخل الفيسبوك وكنخرج منه اكتشفت شي حوايج ما عمر شي واحد اكتشفهم اكتشفت السميه على مر الطريق ديال الفيسبوك كان شحال هادي السميه فيها النيه وفيها الصفا كانت كتصيفط لي كاجور اول حاجه كتسولها الفنانه ديالنا مازال ما غادي تمثلي مع شاروخ شي حاجه كتجي عند صحاب وكتلقى الفرحه كتقولهم عرفتي شكون تكونيكتيت معاه اليوم تكونيكتيت معاه كاجول اوه تكونيكتيتي مع كاجول اللي كتمثل مع شاروخان والله العظيم الا هي ها هي نوريهم التصويره كيحسدوني على والو وني راه السميه ديال 2010 هما اللي جابوا لي الدمام عرفتي ديك كاجول كتزيد سميه اخرى حنان كاجول او حفصه الحمص السمية ديال 2018 هما اللي جابوا لي التمام كتلقاها دايرة عشيرتها وهو بغيت والدي كيتبعث من هنا حتى لازيلا ما يخلي فيك حتى شي عبد المصحيح وطلع البشر في الصحراء وتحياتي ناس الصحراء كتلقى السمية فيها محمد الهيمن بنصفية بن قدور بن عقيدة من هنا حتى العملية ديال ديزني عبر من مقرر جات لزافا في البر ما عجباتش السمية في الصحراء جي عندنا حدا سوس كتلقى تصفقوا على راسكم السويسه كتلقى السميه فيها جوج كلمات مبتدا خبر محمد ابلاد هادو لي شوت غرس غرس سيمو محمد ابلاد كاين واحد جوج نقط في الفيسبوك لي بروفيل ديال الدريات كاينين جوج الانواع كاين النوع المثقف والنوع قد يبيد النوع المثقف كتلقى دايره تصويرتها سميتها كنيته كتهبط الواش كتلقى دايره شاعره مغنيه راقصه مخرجه منتجه فنانه عاشقه للفن